كانت الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة قد انطلقت قبل ظهر اليوم في مدينة شرم الشيخ. شارك فيها كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والمبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل. يطالب الفلسطينيون بأن تشمل هذه الجولة كل القضايا محل البحث، في مقدمتها الاستيطان والحدود ووضع القدس واللاجئون، فيما يصر الإسرائيليون على أن ينصب تركيزه تماما على مسألتي الأمن والاعتراف بيهودية إسرائيل. وقبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة، عقد الرئيس مبارك سلسلة اجتماعات مع الأطراف المشاركة فيها لبحث سبل إنجاحها. أيضا التقت وزيرة الخارجية الأمريكية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كل على حدة. لقاءات مهمة عقدها الرئيس حسني مبارك مع أطراف مفاوضات السلام المباشرة التي تستضيف شرم الشيخ جولتها الثانية. الرئيس مبارك عقد جلسة ثنائية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلالها ضرورة وقف الاستيطان بالأراضي المحتلة. كما جدد الرئيس مبارك دعوته للجانب الإسرائيلي باغتنام الفرصة السانحة حاليا للسلام. بعدها التقى الرئيس مبارك بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث جرى خلال اللقاء التشاور إزاء سير المفاوضات المباشرة وما تحقق خلال الجولة الأولى وسبل إنجاح الجولات التفاوضية المقبلة من أجل تحقيق حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. لقاءات مبارك امتدت لتشمل الجانب الأمريكي الذي يرعى المفاوضات، حيث استعرض مبارك ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون رؤية مصر إزاء مستقبل المفاوضات. كما تطرق اللقاء أيضا إلى الجهود الأمريكية في هذا الخصوص والاتصالات الأمريكية مع الجانب الإسرائيلي، ولا سيما من أجل تمديد القرار الخاص بتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وإلى جانب المباحثات التي عقدها الرئيس مبارك، أجرى الراعي الأمريكي لقاءات ثنائية مع طرفي المفاوضات من أجل تمهيد الطريق لجولة المفاوضات الثانية. وكانت خلافات بين أطراف المفاوضات قد طفت خلال الأيام الماضية بشأن الملفات التي سيتم طرحها خلال تلك الجولة. حراك دبلوماسي مكثف تشهده شرم الشيخ مع انطلاق جولة المفاوضات الثانية، لكن نجاح تلك الجولة يتوقف على رغبة أطرافها في تخطي عقبات كثيرة وأهمها الاستيطان الإسرائيلي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ أحمد نجيب موفد النيل لتغطية الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة. أحمد، يعني كنت متابعا منذ الصباح وكنت في المؤتمر الصحفي، ميتشل بدا وكأنه يعني يحاول أن يتفادى النقاط الهامة والتي وصفها بالحساسة، الاستيطان على سبيل المثال، كيف بدا تناوله لهذا الأمر؟ بالفعل شيرين، لقد وضعت يدك على النقطة المهمة هنا، وهو ما لمسه جميع الصحفيون سواء كانوا حتى إسرائيليين أو أمريكيين أو حتى عرب. الكل هنا أجمع على أن السيناتور ميتشل المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط كان يتفادى الحديث عن القضايا المهمة، وأبرزها قضية الاستيطان، وهو المطلب الرئيسي للفلسطينيين من أجل الاستمرار في المفاوضات المباشرة والتي تتزامن مع الإصرار الإسرائيلي على عدم تجميد الاستيطان في الضفة الغربية. هذا الأمر لمسه كثيرون هنا من أن سيناتور ميتشل يتفادى الحديث حوله واكتفى بالخطوط العريضة والحديث عن النية الأمريكية في دفع عملية السلام والالتزام الأمريكي برعاية السلام وبضرورة بذل الجهد من الطرفين، ولم يقدم أي أفكار واضحة ومحددة. حتى عندما سئل عن أفكار محددة ربما قد تحملها الإدارة الأمريكية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، تفادى أيضا الحديث عن هذا الأمر. هذا الحديث يصب في أن القاعات المغلقة بين الأطراف الثلاثة ربما كانت الأجواء فيها تتسع فيها المسافات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بدليل أن السيناتور ميتشل لو كان لديه ما يقول على الأقل ليطمئن به الرأي العام الدولي والعربي حول هذه المسألة ربما كنا وجدناه على لسان السيناتور ميتشل. السيناتور ميتشل تفادى فعلا الحديث عن الاستيطان، وهو العقبة الرئيسية والمهمة أمام استكمال المفاوضات المباشرة بحسب ما ينادي به الفلسطينيون. نعم أحمد، النقطة الثانية ربما ما أشرت له في سؤالك، وهو يهودية الدولة، وهي تنسف الكثير من الثوابت الفلسطينية على رأسها موضوع عودة اللاجئين، أيضا تفادى الحديث عن هذه النقطة. ولكن هناك يعني مقابلة أو اجتماع ثاني، مفاوضات ثانية غدا في القدس، يعني هل من مؤشرات لماذا اللقاء غدا بهذه السرعة إذا كانت القضايا الأساسية لم يتم الاتفاق عليها؟
بالفعل ايضا السيناتور ميتشل تفادى الحديث عن الرؤيه الامريكيه ليهوديه الدوله الاسرائيليه. السيد نتنياهو قبل المفاوضات يستبق بضروره ان يعترف الفلسطينيون باسرائيل دوله قوميه لليهود، وهذا امر ينسف العديد من الثوابت ابرزها اللاجئين الفلسطينيين، ويضع عوده اكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني في الخارج على المحك، وربما يمحو هذا الحق في عودتهم الى وطنهم. لكن المهم في هذا الامر، فيما في اشاراتك الى الحديث لاستئناف المفاوضات في القدس، يجب أن نضع مفاوضات شرم الشيخ في إطارها الصحيح، وهذا الإطار الصحيح هو أنها مفاوضات أولية لاستكمال أو للوقوف على الموضوعات الرئيسية والمحددة التي تنبثق عنها لجان الأعمال التفاوضية في القدس والتي تتولى الملفات الأخرى. لكن المهم هنا في الانتقال إلى القدس هو أنه لقاء القادة ربما يضع عناوين أساسية تنبثق عنها لجان تفاوضية أخرى للمناقشة، لكن الأهم للمفاوض الفلسطيني هو ألا ينجر للقضايا الفرعية، وتركيزه المهم والمدعوم بالموقف العربي بانتظار اجتماع وزراء الخارجية العرب ولجنة مبادرة السلام العربية، هو أن يكون المفاوض الفلسطيني حريص على ألا ينجر للقضايا الخلافية الصغيرة، وأن يركز على القضايا الكبرى وهي الحدود والقدس والمياه واللاجئين. نعم أحمد، هل من المتوقع أن يكون هناك لقاءات أخرى مع الرئيس مبارك سواء للوفد الفلسطيني أو لنتنياهو؟ هل من اجتماعات أخرى متوقعة بعد قليل ربما؟ حتى الآن لا يوجد لدينا أي معلومات حول أي لقاءات مع الرئيس مبارك وأي من الأطراف المشتركة في المفاوضات، لكن يجمعهم أو بعد قليل جدا غداء نظمه الرئيس حسني مبارك لمدعويه، ربما أيضا في هذا الغداء يتم تبادل بعض وجهات النظر، وإن كان ما لا تقربه القاعات المغلقة لن تقربه موائد الطعام بانتظار المفاوضات في القدس. نعم. ربما تحمل انفراجا او تغيرا في وجهات النظر، لكن على ما يبدو من النتائج الحالية يبدو ان المسافة واسعة جدا بين الفلسطينيين والاسرائيليين. احمد نجيب من شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك. وعقب هذه المحادثات التي جرت اليوم في مدينة شرم الشيخ، استقبل الرئيس حسني مبارك اليوم اطراف المحادثات للوقوف على اهم ما وصل اليه خلال المحادثات، حيث عقد لقاء رباعي جمع الرئيس مبارك بكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون.